أنا ما مختلف مع غناء الزنك. أجمل زاوية هي مساحة محتوى رقمي توثيقي بمختلف برامجه التي تعنى بالثقافة. يا اختير منكم 4 أو 5 يا كلنا. احنا عندنا مشروع حضاري بنعمل فيه، مشروع حضاري سوداني مهتم بالإنسان السوداني، بالفن السوداني، بالغناء الجماعي السوداني. الشركة دي قامت فيها مشاريع مجتمعية كبيرة جدا. تستضيف هذه القناة شخصيات ملهمة من حول العالم. من واحد زي الحد 7 سنين هاجرتها جملة الاعتقالات. لما احنا بنغني هم ما يتولدوا. ما بنعمل حاجة ما في الضوء. أجمل زاوية محتوى يترك أثرا دائما.